السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على ياغورت بالفريز او لا تحلية اللي كتجي لذيذة بزاف، مكونات جد بساط والاهم انها سريعة في التحضير. كنتمنى هاد الوصفة هادي تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم خليكم تابعوا معي المكونات مع طريقة التحضير. غادي ندوزو على بركة الله بالمكونات ديال هاد التحلية هادي أولا هاد الياغورت اللي غادي نحتاجو فيه إطرو ديال الحليب. عندي 250 غرام ديال الفريز أو الفراولة، عندي واحد 6 معالق كبار ديال بودرة الكريم باتيسيير اللي ممكن تعوضوها بالنشا. السكر كيبقى على حسب الضوء، أنا تقريبا درت 6 معالق كبار. 10 معالق كبار ديال العجدة السائلة اللي ممكن تعوضوها بالياغورت المسوس، يعني دير واحد الياغورت اللي فيه 110 غرام. وعندي فاني، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج فيها التحليه. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. غادي نبدا اول حاجه غادي نقطع الفريز طريفات صغار، دابا هنا خديت الخلاط الكهربائي غادي ندير فيه الفريز، كنطحنو بلا ما. كتشوفوا كيولي على هذا الشكل، ما درتش حتى نقطه ديال الماء ما درتها. صافي دابا غادي نخلي الفريز على جنب وغادي ناخذ كاسرونه غادي ندير فيها اطرو ديال الحليب. غادي نزيد السكر سنيده كيبقى على حسب الذوق دائما. غادي نزيد واحد 6 معالق كبار ديال بودره الكريم باتيسيير اللي ممكن تعوضوها كيف طبق ليا ذكرت بالنشا. المعالق يكونوا عامرين، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة والمعلقة ستة. غادي نضيف فاني، غادي نخلط كل شيء مزيان حتى كدوب يذوب السكر وكذلك الكريم باتيسير ما تبقاوش حبيبات. صافو غادي نديرو فوق البوطه حتى كيعقد ونرجع معكم ان شاء الله. دابا من بعد ما تخلطو مزيان كيف كتشوفوا السكر حتى هو تقريبا ذاب، غادي نديروهم فوق البوطه حتى كتبدا لينا تبدا الكريمه ديالنا تعقد، وديك الساعه غادي نوريكم اشنو غادي نضيف لها. دابا كيف كتشوفوا درتو فوق البوطه، خصني ضروري ما نحرك ما نغفلش عليه، مره كنحرك حتى كيعقد ليا الخليط. كيف كتشوفوا راه بدا تيعقد، غادي نخليه واحد شويه مازال. صافي دابا غادي نطفي عليه البوطه، كيف كتشوفوا راه عقد. ومباشره غادي نضيف ليه عجده سائله
وكنخلط. غادي نخليه حتى كيدفى واحد شويه ما يبقاش سخون بزاف، عاد غادي نضيف الفريز اللي مطحون. كنخلط مزيان اجده السائله حتى كتنسجم مع هاد الكريم باتيسير اللي حضرنا. صافي دابا من بعد ما الكريمه ديالنا دفات ما بقاش سخونه بزاف، غادي نضيف دابا الفريز المطحون. وغادي نخلط كلشي مزيان حتى كيوليو جميع المكونات يعني مخلطين مع بعضياتهم. ما كنخليوش حتى كيبرد تماما، حيت الا برد تماما غادي يجمد لينا، داكشي علاش غير يدفى شويه صافي وكنخلطو مع الفريز. كيف كتشوفوا ها هو دابا من بعد ما تحرك مزيان. بالنسبه ليا ممكن تخليوه بحال هكا، بالنسبه ليا انا غادي نضيف هذا الملون اللي فيه يعني النكهه ديال الفريز اللي كيكون فيه في نفس الوقت ملون، باش نحصلوا على واحد اللون اللي كيكون زوين. كيف كتشوفوا صافي انا حصلت على اللون ديال الياغورت. دابا غادي نخوي في الكويسات اولا الزليفات اللي بغيتو نتوما على حسب الرغبه ديالكم. انا خديت هاد الكويسات هادو، بسم الله. غادي ندير في المغرفة حسن. اللي بقى ليا درتو في هاد السلافه وصافي. دابا غادي ندخلهم الثلاجه حتى كيبردو مزيان وغادي نكملوهم في التزيين ان شاء الله. دابا من بعد ما برد الياغورت ديالنا اولا التحليه ديالنا غادي ندوزو لطريقه التزيين. انا غادي نزين بالكريم شونتي بودره اللي غادي نخلط، غادي ندير غير نصف علبه حيت غادي تكفيني، مع واحد الكاس صغير ديال الحليب بارد، خاص الحليب يكون بارد مزيان. تقريبا هنا عندي فيها 100 غرام يعني غادي نستعمل غير 50 غرام، وعندي الفريز اولا الفراوله للتزيين. صافي هادشي اللي غادي ندير، غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ الاناء غادي ندير فيه الحليب، كاس صغير ديال الحليب، غادي ندير نص علبه ديال بودره الشونتيي،
وغادي نطلع كلشي بالطراب الكهربائي. صافي الكريمه ديالنا هي طلعات كيف كتشوفوا. غادي ناخذ واحد جيب الحلواني كتزيين، ممكن تخليهم غير بحال هكا. غادي ندير كميه وغادي نزين. غادي ناخذ الفريز غادي نقسمو على ربعة بحال هكا. وغادي نزيد واحد الخطوط ديال الشوكولاتة الأسود. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا كيف كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في قناتك وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.